السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الأول. بالحلقة اللي راحت لعبنا وخلصنا الشابتر الأول من اللعبة، واليوم إن شاء الله بنلعب الشابتر الثاني ونخلصه. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي يلا خلونا نكمل. طبعا اليوم الحين هذا اليوم الخميس تم الإعلان عن حدث بلاي ستيشن State of Play، بس أنا ما أنا متحمس. يعني آخر شوكيس للعبة أو لسوني ما كان ممتاز صراحة، فأنا ما الحدث الساعة 1 الليل، فأنا ما بشاهده. بنتظر أقعد اليوم اللي بعده وبشاهده. طبعا هنا في سر، شوف البلاطة اللي عليها وسخ او علامة. اذا جبت الكرسي حطيته هنا في باب سري هنا ينفتح، والنوم اللي كان هنا متغبي وراه. طبعا ما عندي انصيد الحين، بس هنا في شي غريب. هذه كاميرات مراقبة، هذه غرفة الاطفال اللي كنا فيها احنا، او غرفة مماثلة موجودة في هالمكان. هذه النومز، وهذا الطباخ اللي بيكون الوحش اللي يطاردنا في الشابتر الجاي، الشابتر الثالث. نكمل. هذه غرفة المرة اللي عليها قناع اللي شفناها بداية اللعبة في الحلم او الكابوس. هذه هي، بس في لقطة سرية اذا ضليت اصيد هذه المرأة اللي بتكون مهمة في نهاية اللعبة. يلا خلينا نروح. طبعا هذا الشابتر اتوقع اطول شابتر في اللعبة يعني مقارنة بالباقي. انا صراحة ما انا رافع توقعاتي للجزء الثالث من اللعبة، لأن الفريق اللي سواها حين فريق جديد، مو الفريق الأصلي اللي سوى اللعبة الأولى والثانية. فأنا حين شو اسمه متوقعاتي مو مرة مرتفعة. هذه الغرفة الغريبة، غرفة الجانيتور ذاك، صورته كل شيء مرتفع. نحتاج مفتاح عشان نفتح الباب الموجود هنا، بس لو رحنا وفتحنا هذا، شوف الصور الغريبة الموجودة في كل مكان، بس نفتحها عشان بعدين ما نحتاج نعور راسنا. انا اللي اذكر في سكيب، خلني بجرب نوت الصوت. هنا تقدر تنط على المجرات الموجودة على اليمين لو تعرف يعني. نايس، وكذا توصل بدون ما تنزل السري. هذه مهمة لتروفي موجود في اللعبة، انك تخلص اللعبة في ساعة اتوقع او اقل من ساعة. انا هالتروفي ما كان موجود في اللعبة الثانية للأسف، انا حسيته كان ممتع وتحدي صعب وجميل. انا متوقع ان الجزء الثالث اللي هو موعد الصدور بيتم الاعلان عنه قريب، هم قالوا سنة 24، بس انا متأكد هل لحين بتنزل في 24 لو بتروح ل 25، او يمكن تنزل نهاية 24. نايس. انا ناسي الحين وين بنروح احنا. ممكن الحين بنقابل الجانيتور. استنى بسرعة.
طبعا ما تقدر تنط وانت في الليفت، ما ادري ليش. الحين من قابل الجانيتور. الحين بتجوع صحيح. هذه المرة الثانية. طبعا الحين بعد الظل اللي طلع في المرة الأولى بيطلع مرة ثانية. الموسيقى أحبها. نا نا نا. طبعا شوف قطعة لحم نية. يعني شيء أكلها قاعد يصير أغرب وأغرب. شوف الحين الظل ذاك شوف طلع فوق. بس السر انه وقعنا في فخ. قعدنا في قفص من الاقفاص اللي شفناهم في الشابتر الاول، هذا هو الغرض منهم، اولاد في اقفاص. ليش ياخذوا اولاد بالاقفاص؟ حابسين بعضهم في غرف، بعضهم ياخذوهم يحطوهم في اقفاص. طبعا نطلع هنا بنكون في الجهه المقابله اللي بدينا فيها بدايه الشابتر. شغل هذا بس. نجينا هنا. انا بدينا من هناك. والحين لا اذكر نحتاج نسحب هذا. سوري حبيبي، نحتاج نستخدمك عشان ننقذ نفسنا. نايس. الحين نتسلق هنا اذكر. نولع كل شيء في اللعبة. الحين مقابلتنا للجانيتور. شوف هذه الحقيقة. الأكياس هذه شوف ايش بياخذ الحين. من الصندوق. طفل ميت. ياخذوه ويغلفوه ويودوه للمطبخ عشان يطبخوا الاطفال. طبعا لا تسعى الخشب يسمعك لانه اعمى ما يشوف. شوف شكله الغريب. ما سمعتني. طبعا الحين لو فتحته اوف جا من هنا. خلي الباب يتسكر بس. خليه يرجع لشغله. لأن إذا جاء الآن بيصيدنا. ما بدينا نفتح هذا قبل لا يجي. خلينا نتأكد وش يسوي. هل الحين قاعد يدورني؟ اي والله الحين قاعد يدور، ما رجع على شغله. عموما شغل الولاعة بس. هنا في مخبأ ما يبين لك هذا الدرج لو انت ما ركزت. كان بتروح على طول هناك. هذا واحد من الاماكن اللي تحصل فيها النوم. شوف الحبيب قاعد هنا مستمتع بالمنظر.
مروق. طبعا قصة القصة في اللعبة الأولى أو الجزء الأول والجزء الثاني مرة مو مفهومين، معقدين. هذا إيش اسمه؟ هذا اللي يبغاه المطور، يبغاك أنت تستنتج القصة بنفسك. وحين وصلنا لغرفة الجواتي، ها هذا مكان غريب، ليش في جواتي بهالعدد؟ هذا يعني في ناس، في موتى كثيرة، في ناس ماتوا واجد هنا. والمفاجئ ان في شيء هنا ما ادري هو وحش ما نقدر تشوفه. سيكسر كبير كبير. بسرعة 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 بسرعة. لحد الآن هذا الشيء اللي داخل هالمكان مجهول. شوف رجعنا إلى المكان اللي أوف اختلعت شوي. هذا المكان اللي أكلت فيه قطعة اللحم وانصادت سكس. بوم المفاجأة، حمي ضم طاردتنا. هذا نفس اللفت اللي استخدمناه، الحين بيركب معانا طبعا ما بيخلينا. صراحة أنا أحب تصميمه، مريب غريب. طبعا نشوف كأنه وجهه داب وطاح وغطى عيونه، يعني انه كان يشوف من قبل. اوكي نايس. شش اتفضحنا. هذا هو موجود فوق قاعد يلعب العاب. قبل لا نركب في دمية هنا اذكر انا، طبعا هذه كولكتبل يعني تقدر تتركها، بس لو تبغى تجيب التروفيز كسرها. الان لازم نلهيه ان ناخذ هالقرد هذا ونرميه بعيد. خلنا نرميه ابعد شي عشان لا يقرب لنا. الحين نهرب ونتسلق. هذا طبعا هذا الى اول مره تلعبه هذا يخوف صراحه، والصوت اللي يطلعوه مره غريب. اوب مكان متروس ساعات. طبعا الحين تنتظر الساعات يطلعوا صوت عشان تفتح الباب. اذا فتحته قبل بيسمعك وبيجي يطاردك. ما سمعني؟ ما اشوفه لحقني. هنا اللي اذكره كان في نوم متغبي هنا. هذه مكتبة. اي هذه مكتبة.
هذا هو. كم باك تعال. في بيانو مربوط فوق معلق وان نستخدمه عشان شو اسمه نوصل للجهة المقابلة. طبعا في حركة اذا نط حطيت عليه اذا مشيت عليه في تروفي. خلي بس يتقرب. اوه هلو لاحقنا من مكان لمكان مو مخلينا. فكرته حلوه انه ما يشوف بس يسمعك. طبعا يبغون نجيب كرانك عشان نستخدمه ونرفع البيانو وننط للجهة المقابلة. بس خلينا نحصله اول شيء. مع الصوت بيروح الحين للصوت واحنا بيجي هنا. اوكي ما جاء هنا. اوكي هذا هو الكرانك. بس قبل لا ناخذه لازم ان نلهي الجانيتر ان نضغط على هالتلفزيون الغريب. هذا التلفزيون يلمح لقصة اللعبة الثانية. الهوس بالتلفزيون، ادمان مشاهدة التلفزيون. نهرب طبعا مسمعنا. طبعا الحين هو جاي. باي باي. كأن احنا في مكان في مصنع او شيء زي كذا. صدق اتوقع انا وصلنا لنهاية الشابتر تقريبا. ما طول صراحة الشابتر الواحد 20 إلى 25 دقيقة على حسب اذا تموت في المطاردات او لا. بما اني لعبت اللعبة من قبل اعرف انا كم كيف اني ما اموت. لا 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 ترجع لا ترجع للرجاء. شوف عمق المكان، كبر المكان، مكان كبير مرة. اي وصلنا لنهاية الشابتر، تقريبا وصلنا لنهاية الشابتر. طبعا الحين Thank you.
الحين بتبدا المواجهه الاخيره. جهز حالك، اركض. الحين تبدا المواجهه، يبغون نكسر القفص عشان نسكر الباب. باي باي. الشيء الغريب انك الى الحين ايادي مقطوعة، صح؟ اذا لمست واحدة منهم لحين قاعد تتحرك كانها شو اسمه مخلوق لحب واحدة. اوكي، وصلنا الى نهاية الشابتر الثاني من لعبة Little Nightmares 1، وانا متعمد اني العب شابتر عشان اخلي الفيديوهات قصيرة افضل واسرع لي اني احملهم لليوتيوب، لان النت عندي مو سريع، فكذا يصير اني اقدر احطهم بشكل اسرع. عموما اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.